ثالثا أدلة وجوب السمع والطاعة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى في كتابه كما في قال الله في كتابه كما في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لفظ أطيعوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والواجب ما يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا. فأنت إذا وقفت عند إشارة احتسابا وخوفا من الله أنه أمرك بطاعة ولي الأمر كتب لك ملك الحسنات حسنة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. كم حسنة تجمع بترك الاحتساب في طاعة ولي الأمر؟ للغفلة. احتسب، لا تخاف من المخالفة، خف من قوله تعالى وأطيعوا، وإذا تمثل أمامك الآية فقف احتسابا لله أمرك حسنة حسنة، ما ترجع البيت إلا بعشرات الحسنات، وكل حسنة بعشر أمثالها. كما يغفل البعض عندما يأكل ينسى الاحتساب تقوية بدنه للعبادة، فينسى هذا ينسيه الشيطان. وأما من السنة فقد خرج الإمام أحمد في مسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عصاني، من عصى الأمير فقد عصاني. هذا يدل على قوله أطيعوا للوجوب، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. فهذا يدل على أنها معصية وليس مكروه، أنه يجب طاعة ولي الأمر، ولكن كما قرر العلماء بإجماع في غير معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سنن حديث ابن عمر قال: عليك السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت إلا أن تؤمر بمعصية، فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. شغب الإخوان المسلمون على هذا الحديث أو بهذا الحديث، فقالوا: نظرتم، فإن النبي قال إذا أتى بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. يقول لك: لا تصلي الفجر أبدا، ولا تخرج زكاتك إلى آخره في ذلك الأمر. لذلك قال في حديث آخر: من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره ما أتى وليأته بما أمر الله به من طاعته. فبين أن معنى كونه عصى الله ليس معناه أن تترك طاعته بإيش؟ بالكلية. ولذلك خرج البخاري في صحيحه أن رجلا أمره أمير أمره رسول الله على سرية، فخرج فوجد عليهم شيء، فقال: اجمعوا حطب، فجمعوا، فقال: اضرموا فيها، فأضرم فيها النار، فقال: ادخلوها. فتماسكوا رجل من الأنصار قال أو فتى قال: ما اتبعنا الرسول لنترك النار. فجاءوا إلى النبي فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجت منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف.